يحتاج الطالب إلى معرفته من القضايا العصرية وبما يتناسب مع الفئة المستهدفة بتخصصها. فمثلا في الطب تعالج مادة الفقه قضايا تشريح الجثث ونقل الأعضاء وبنوك الأجنة واللبن وتشغيل الأرحام وهدايا شركات الأدوية وغيرها، إضافة إلى أخلاقيات المهنة والعلاقة بين الأطباء والمرضى. تطبيق تجربة الكتاب الإلكتروني هذا العام دون إلغاء للكتاب الورقي في بعض المواد الدراسية.